بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلابا وطالبات متابعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في السلسلة التعليمية لمادة اللغة العربية للسنة الرابعة الثانوية. نرجو أن نقدم لكم كل ما هو مفيد ونافع لكم. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم وقتا ممتعا وسعيدا، وأنا مسرورة بلقائكم في هذه الحلقة. هناك الأدوات المهنية، منها مسمار ومطرقة، وأيضا توجد فيه الأدوات المدرسية مثل المقلمة والمسطرة والممسحة على المكتب، ورأينا كذلك الملعقة والمغرفة في المطبخ والغسالة في البيت. أريد أن أسألكم سؤالاً، هل تستعملون هذه الأشياء في حياتكم اليومية؟ طبعاً نحن نحتاج إلى هذه الأشياء في حياتنا اليومية. إذن ما علاقة موضوعنا اليوم بهذه الأشياء؟ أحبائي الأعزاء وطلابي وطالباتي، في هذه الحلقة سنتناول موضوعاً جديداً من موضوعات صرفية مهمة في المشتقات، ألا وهو اسم الآلة. فما هو اسم الآلة؟ لذلك أرجو أن تبقوا معي حتى نهاية الدرس للمزيد من المعلومات حول هذا الاسم. أحبائي طلابي وطالباتي الأعزاء، لكل عمل هدف، لذلك قبل أن نبدأ الدرس اسمحوا لي أن أبين لكم معايير درسنا اليوم. ففي نهاية الحلقة نرجو منكم الحصول على أولاً تعريف اسم الآلة، ثانياً استخراج اسم الآلة من الجمل وتحديد أوزانه، ثالثاً صياغة اسم الآلة من الأفعال المختارة. أحبائي الأعزاء، انظروا إلى الجمل الآتية مع التركيز إلى الكلمات المسودة. استمعوا جيداً إلى قراءتي النموذجية. سأقرأ أولاً ثم ترددون أنتم معي وتحاولون أن تفهموا الجمل المقروءة فهماً جيداً. ولاحظوا جيداً إلى الكلمات المسودة. هيا، 1 2 نبدأ. أولاً، المسمار يستخدم لوصل العناصر الإنشائية مع بعضها. ثانياً، المنشار هو الأداة لقطع الخشب أو الحديد أو البلاستيك. ثالثاً، المطرقة هي الأداة لإيصال قوة الضرب للأشياء. رابعاً، المكنسة هي أداة لتنظيف الأرض. خامساً، المضرب هو آلة لضرب الأشياء. سادساً، المصعد هو آلة للصعود إلى المكان العالي. وسابعاً، الغسالة هي آلة لغسل الملابس.
ثامناً، الثلاجة هي آلة لحفظ الطعام والمشروبات. شكراً على حسن استماعكم وقراءتكم قبل قليل. أحبائي الأعزاء، هيا معاً لننظر إلى الشاشة مرة أخرى. ماذا فعل النجار؟ نعم، هو ناشر الخشب، وبالضبط ينشر الخشب بالمنشار. تأملوا جيدا إلى كلمة منشار. هذا الاسم مأخوذ من الفعل الثلاثي ناشارا. إذن كلمة منشار هو اسم مشتق من الفعل الماضي الثلاثي المتعدي ناشارا، وهو يبنى على وزن مفعال، وهو آلة للنشر. وكل كلمة تبنى على هذا الوزن فهي اسم الآلة. وعلى ما يدل هذا الاسم؟ طبعاً يا أبنائي، اسم الآلة هو اسم مشتق يدل على أداة التي يحدث الفعل بواسطتها. والآن يا أبنائي الأعزاء، هيا ننظر إلى الصورة الثانية. ماذا يفعل العامل؟ نعم، هو يطرق المسمار. بماذا يطرق المسمار؟ يطرق المسمار بالمطرقة. فالمطرقة هنا هي آلة لطرق المسمار. تأملوا جيدا إلى كلمة المطرقة. هذا الاسم أخذناه من الفعل الثلاثي طارق. إذن كلمة المطرقة هو اسم مشتق من الفعل الماضي الثلاثي المتعدي طارق، وهو يبنى على وزن مفعلة، وهو آلة للطرق. وكل كلمة تبنى على هذا الوزن فهي اسم الآلة. وعلى ما يدل هذا الاسم؟ طبعاً يا أبنائي، اسم الآلة هو اسم مشتق يدل على أداة التي يحدث الفعل بواسطتها. أحبائي طلاباً وطالبات، لننتقل الآن إلى الصورة الثالثة. ماذا يفعل اللاعب؟ نعم، هو يضرب الكرة. بماذا يضرب اللاعب الكرة؟ اللاعب يضرب الكرة بالمضرب، والمضرب هنا هي آلة لضرب الكرة. تأملوا جيدا إلى كلمة مضرب. هذا الاسم أخذناه من الفعل الثلاثي ضرب. إذن كلمة مضرب هو اسم مشتق من الفعل الماضي الثلاثي المتعدي ضرب، وهو يبنى على وزن مفعل، وهو آلة للضرب. فكل كلمة تبنى على هذا الوزن فهي اسم الآلة. وعلى ما يدل هذا الاسم؟ طبعاً يا أبنائي، اسم الآلة هو اسم مشتق يدل على أداة التي يحدث الفعل بواسطتها. أحبائي طلاباً وطالبات، لننتقل الآن إلى الصورة الرابعة. ماذا يفعل الرجل؟ نعم، هو يغسل الملابس. بماذا يغسل الملابس؟
يغسل الملابس بالغسالة، فالغسالة هنا هي آلة لغسل الملابس. تأملوا جيدا إلى كلمة غسالة. هذا الاسم أخذناه من الفعل الثلاثي غسالة. إذن كلمة غسالة هو اسم مشتق من الفعل الماضي الثلاثي المتعدي غسالة، وهو يبنى على وزن فعالة، وهو آلة للغسل. وكل كلمة تبنى على هذا الوزن أي فعالة فهي اسم الآلة. وعلى ما يدل هذا الاسم؟ طبعا يا أبنائي، اسم الآلة هو اسم مشتق يدل على أداة التي يحدث الفعل بواسطتها. أحبائي الأعزاء، نعيد النظر إلى الكلمات المسودة في الجملة الآتية. أستعمل في حياتي اليومية العديد من الآلات والأدوات: المنشار لقطع الخشب، والمطرقة لطرق المسمار، وفيه أيضا المضرب لضرب الكرة، والغسالة لغسل الملابس. نجد ونرى بأن هذه الكلمات تبنى على الأوزان الآتية: أولاً مفعال، مثل كلمة منشار ومسمار ومحفار وميزان. فكلمة منشار تؤخذ من فعل نشر، فتضاف الميم إلى أول الفعل الثلاثي ثم الألف قبل حرف الأخير من نفس الفعل. فكذلك كلمة مسمار تؤخذ من فعل سمر، وكلمة محفار تؤخذ من فعل حفر، وكلمة ميزان تؤخذ من فعل وزن. وثانياً مفعلة، مثل كلمة مطرقة ومكنسة ومنشفة ومروحة. فكلمة مطرقة تؤخذ من فعل طرق، فتضاف الميم إلى أول الفعل الثلاثي ثم التاء المربوطة بعد الحرف الأخير من نفس الفعل. فكذلك كلمة مكنسة تؤخذ من فعل كنسة، وكلمة منشفة تؤخذ من فعل ناشفة، وكلمة مروحة تؤخذ من فعل راحة. وثالثا مفعل، مثل كلمة مضرب ومصعد ومعول ومبرد. فمثلا كلمة مضرب تؤخذ من فعل ضرب، فتضاف الميم المكسور إلى أول الفعل الثلاثي. فكذلك كلمة مصعد من فعل صاعد، وكلمة معول من فعل عاول، وكلمة مبرد من فعل برد. ورابعاً فعالة، مثل كلمة ثلاجة وغسالة وسيارة ودراجة. فمثلاً كلمة ثلاجة تؤخذ من فعل ثلج، فكذلك كلمة غسالة من فعل غسالة، وكلمة سيارة من فعل سار، وكلمة دراجة من فعل درجة. وهذه الكلمات تأتي على وزن فعال،
وكل كلمة تصاغ على هذا الوزن فهي اسم الآلة. إذن يا أبناء الأعزاء، اسم الآلة التي ندرسها اليوم هو الاسم الذي له أصل من الفعل الثلاثي المتعدي. نذكرها مرة أخرى. كلمة مسمار مأخوذة من الفعل سامرة. كلمة مطرقة مأخوذة من الفعل طرقة. كلمة مصعد مأخوذة من الفعل صعد. وكلمة ثلاجة مأخوذة من الفعل ثلج. أعزائي التلاميذ وعزيزاتي التلميذات، والآن نأتي إلى التمرينات والتدريبات حول الموضوع. التدريب الأول. السؤال هو: استخرج اسم الآلة من الجمل الآتية مع بيان وزنه. هيا نحللها معا. أولا، على المكتب مفتاح. اسم الآلة في هذه الجملة هو مفتاح، وهو يأتي على وزن مفعال. ثانيا، اشتريت مسطرة من المقصف. اسم الآلة في هذه الجملة هو مسطرة، وهو يأتي على وزن مفعلة. ثالثا، هناك مضرب على المقعد. اسم الآلة في هذه الجملة هو مضرب، وهو يأتي على وزن مفعل. رابعا، تباع غسالة جديدة في المحلات التجارية. اسم الآلة في هذه الجملة هو غسالة، وهو يأتي على وزن فعال. أحبائي الأعزاء، والآن لقد وصلنا إلى التدريب الثاني لهذا الدرس. هيا نقرأ النص التالي، ثم استخرج اسم الآلة من هذا النص مع بيان وزنه. منذ فجر التاريخ استعان الإنسان بالآلات التي يصنعها بنفسه لتكون معينا له على القيام بالأعمال اليومية التي أخذت تتزايد مع تطور حياته وظهور الحضارات المتعاقبة. ولكنه حينما اكتشف الكهرباء صارت المعينة الأولى له الذي لا يستغنى عنها، وأصبحت حياته بفضلها أكثر سهولة. فكل شيء اليوم يعمل بالكهرباء. الغسالة التي تنظف بها ثيابنا، والمكنسة التي ننظف بها المنزل، والآلة الطبخ كمفرمة اللحم ومطحنة الحبوب، كلها تعمل بالكهرباء. أما في الحقل يستعمل الفلاحون المحراث والمعول. هكذا أصبحت الحياة اليومية أسهل. هيا نستخرج أسماء الآلة الموجودة في النص معا. الإجابة الأولى هي كلمة الغسالة، وهي تأتي على وزن فعالة. ثم الثانية كلمة المكنسة، وهي تأتي على وزن المفعلة. ثم الثالثة كلمة مفرمة، وهي تأتي على وزن مفعلة. ثم الرابعة
كلمة مطحنة، وهي تأتي على وزن مفعلة. ثم الخامسة كلمة المحراث، وهي تأتي على وزن المفعال. والإجابة الأخيرة كلمة المعول، وهي تأتي على وزن المفعل. أبنائي طلاباً وطالبات، ننتقل الآن إلى التدريب الثالث. السؤال هو: هات اسم الآلة من الأفعال الآتية ثم ضعه في جملة مفيدة. كلمة الأولى فتحة، ناشفة، غسالة، باردة. هيا ننظر معا إلى الأجوبة الصحيحة لهذا التدريب. اسم الآلة من فعل فتح هو مفتاح، والجملة المفيدة المقترحة هي: هذا مفتاح صغير. اسم الآلة من فعل نشف هو منشفة، والجملة المفيدة المقترحة هي: أنا أنظف المكتبة بالمنشفة. اسم الآلة من فعل غسل هو غسالة، والجملة المفيدة المقترحة هي: هو يغسل الملابس بالغسالة. اسم الآلة من فعل برد هو مبرد، والجملة المفيدة المقترحة هي: أشتري المبرد من السوق. سأعطيكم الواجب المنزلي، اكتبوا هذا الواجب في كراستكم ثم قدموه إلى مدرس اللغة العربية في مدرستكم. السؤال هو: أكمل الجدول الآتي. الفعل نوعه، اسم الآلة وزنه. الكلمة الأولى راحة، وزن، وطحن. قبل أن ننهي درسنا اليوم، تعالوا نتذكر مرة أخرى النقاط المهمة عن اسم الآلة. أولاً، اسم الآلة هو اسم مشتق من فعل ثلاثي متعدي يدل على أداة التي يحدث الفعل بواسطتها. ثانياً، وله أربعة أوزان، وهي مفعال مثل منشار، ومفعلة مثل مطرقة، وفعالة مثل غسالة، ومفعل مثل مصعد. كل هذه الآلات مهمة في حياتنا اليومية، بها أصبحت أعمالنا سهلة وممتعة. علينا أن نستخدمها استخداماً جيداً ونشكر الله على هذه النعمة. الحمد لله، وصلنا إلى نهاية الدرس،
وبكل أمل أن تعم الفائدة عليكم. أكتفي بهذا القدر، وحتى نلتقي في حلقة قادمة، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة وإلى اللقاء.